عشر والانطلاق القبلة النهائية على بركة الله وتوفيقه الخاصة بالبكار المحليات الأصايل ينطلق على بركة الله وينطلق أول المنطلقين في هذا الشوط. هنا مشاهدينا نشرة التي نشرت مشاهدي الأعزاء والتي انتشرت بالفعل في الميدان لمايد بن حمد بن مطر المنصوري التي منطلقة في هذه اللحظات النقلة في المركز الثانية. هناك دوشة وسوان دوشة خليفة بن سيف بن محمد المنصوري منطلق مع دوشة النقلة التي واصلة في المركز الثالث والدور دور الثالث. هناك الذيبة لعبيد بن محمد بن عبيد المزروعي التي منطلقة كذلك في المركز الثالث. وهذيل الثلاثة الانطلقا نعود ونواصل المركز الرابع. هذه المنطلقة هذه اللي قادمة بقوة في المركز الآن الثالث اللي ديمة لسالم بن حميد بن بخيت المنصوري تبا تنضم إلى المثلث اللي في المركز اللي في الثلاثة اللي في المركز الأول. نعود للخامسة. الخامسة هنا بدت مناوشات من الذيبة لناصر بن عبيد بن يضرب العامري ينطلق هنا مشاهدينا بقوة. هذا شعار من الشعارات الجميلة والمميزة النقلة القادمة. والمركز السادس السادة من وصلت السادة وصلت هناك تعويض لسبيح بن سالم الغيلاني من وصل في هذه اللحظات النقلة القادمة في المركز السابع. السابعة هي كالبترول لسعيد بن محمد بن مضحية بن مضحية العامري وصلت بجوارها. هنا شعار آخر يتدخل من قبل مياسة لبطي بن غانم بن علي بن إداه المنصوري في المركز التاسع. المركز الثامن وغيرت التاسع هناك من الجانب الآخر. ما شاهدينا شوف الانطلاقات وشوف الشوط يسير بقوة جميلة. هناك وصول من سرابة لمحمد بن حمد بن حبروت الجنيبي وصلت في هذه اللحظات. راعي الخوار واصل والمركز اللي قادم مشاهدينا من خلال هذا الشوط والكل بدأ يوصل. خلونا نعود المقدمة ونرى هناك ونوضح الأمور أكثر للإخوة المتابعون للإخوة المشاركون. ما شاء الله شوف الصدارة شوف اللي من دفعة ما شاء الله على المقدمة وعلى المركز الأول من البداية مسيطر من البداية مسيطرة مشاهدة نشرة ونشرة ما شاء الله على نشرة. ومايد ماجد بن حمد بن مطر المنصوري اللي منطلق بشعار بن حليس. الله يا سلام ركز يا بن حليس ركز يا بسعد. الله يا سلام المركز اللي قادم المركز الثاني. شوف القدوم شوف التي وصلت هناك دوشة لخليفة بن سيف بن محمد المنصوري بدورها وصلت وصول ممتاز وب جوارها. شوف اللي قادم الذيبة لعبيد بن محمد بن عبيد المزروعي كذلك من وصلت واحتلت المركز الثالث. نتأخر قليلا وناخذ الرابع شعار بن جذرب اللي قادم وصول ممتاز قوي من قبلة الذيبة لناصر بن عبيد بن جذرب القدوم. وين الخامسة وين البقية البقية قربوهن يا شباب قربوهن ياي. الله هناك ديمة لسالم بن حمد من بخيت المنصوري والميدان بدأ يتخلص رويدا كل كيلومتر نغادرة وكل متر نغادرة محسوب أيضا من خلال هذا الشوط للإخوة المتابعون والمشاركون. شوف التي وصلت هنا جبارة لفرج بن سعيد بن هادي المري وصل أيضا شعار دكتور الأصايل من خلال الشاهنية لعبيد بن علي بن رشيد الاكتبي. يا السلام على الشوط. نعود المقدمة نعود لنشرة حتشاف نشرة منكم. الله يا نشرة الله يا راعي نشرة الله يا أبو حمد ماجد بن حمد بن مطر المنصوري يقدم نشرة. الله يا بسعد الله الكيل الأخير الله قادرت نشرة قامت راس وبتنهي الشوط راس. الله
يا سلام يا سلام يا راعي نشرة لك التحية. هذه نشرة مشاهدينا في المقدمة لماجد بن حمد بن مطر المنصوري وسلمة ذاك يا أبو سعد. الله يا سلام. وشوفوا المركز الثاني المسافة المسافة هناك أيضا مشاهدي الأعزاء بين المركز الأول والثاني، ولكن نشرة بدون منافس. بدأ تباعد المسافة وبدت تجر الشوط، هذه اللي تركض في أول الشوط وآخر كيلو تجر. الله يا سلام. بالفعل هي في المقدمة وكانت راكضة، وعندما سمعت الخشخشة في الأجهزة جرت الشوط زيادة. الله تهانينا لمالك نشرة، تهانينا لمالك نشرة أبو حمد ماجد بن حمد بن مطر المنصوري. 300 متر أيضا نتقدم بكلمة مبروك والناموس يا راعي نشرة، ولك التحية والمسافة طويلة. ماجد بن حمد بن مطر المنصوري هذا هو يقدمها لنا أيضا أبو أسعد بن حليس، له التحية على هذه المتابعة لنشرة مشاهدينا وبدون منافس أمام الحزام الأخضر أمام الجماهير. تقدم لنا نشرة أحلى شوط من هذه الأشواط الجميلة. المركز الثاني وصلت واللي غيرت وفاجأتنا في اللحظات الأخيرة جبار اللي فرج بن سعيد بن هادي المري، والمركز الثالث مشاهدينا من خلال سرابة لأحمد بن عبد الله بن محمد الرميفي فاجأتنا الأخرى، والمركز الرابع أنها تهاني لسعيد بن مطر الرميفي، والمركز الخامس الشاينية لعبيد بن علي بن رشيد الاكتبي. تهانينا والناموس مشاهدي الأعزاء لهذا الفوز الجميل. نعود للتوقيت مشاهدي الأعزاء، وساعات وصول نشرة 7:38، 5 أجزاء من الثانية مملوكة لماجد بن حمد بن مطر المنصوري، له التحية وسلام للمنصوري سلام. المركز الثاني كانت أيضا متواجدة جبارة لفرج بن سعيد بن هادي الفهيد المري، قطعة المسافة في 7:45.6 استاهل الناموس بالفهيدة. أما المركز الثالث كانت سرابة لأحمد بن عبد الله بن محمد الرميفي، وصلت المركز الثالث بهذا التوقيت الذي أمامكم 7:49، 5 أجزاء، والناموس للجميع. إذن على بركة الله نسير وعلى